السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سنحاول أن نقدم لكم تحليلا مفصلا عن المباراة التي فاز بها المنتخب المغربي على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة. فإذا كنت من المهتمين فلا تنسى دعمنا بالاشتراك والإعجاب، وإلى التفاصيل. في مباراة شيقة تمكن المنتخب الأولمبي المغربي من التغلب على نظيره العراقي بثلاثة أهداف للا شيء، حيث فرض المنتخب المغربي سيطرته الكاملة على مجريات المباراة، إلا من بعض المحاولات البائسة من طرف المنتخب العراقي والتي باءت بالفشل. ففي الدقيقة 19 من الشوط الأول تمكن المنتخب المغربي من تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه ريشاردسون برأسية رائعة من عرضية من أشرف حكيمي. وبعد هذا الهدف واصل المنتخب المغربي الأولمبي سيطرته الكاملة على مجريات اللعب حتى الدقيقة 28، والذي تمكن فيها المهاجم الأنيق سفيان رحيمي من تسجيل الهدف الثاني ليرفع رصيده إلى 4 أهداف لحد الساعة في هذه الدورة. وواصل المنتخب الأولمبي هجماته على المنتخب العراقي الذي لم يحرك ساكنا أمام النخبة المغربية، ليتأتى الهدف الثالث عن طريق اللاعب والمهاجم عبد الصمد الزلزولي الذي توغل في منطقة الجزاء وأرسل بالكرة برجله اليمنى ويسكنها في شباك المنتخب العراقي. ومع بداية الشوط الثاني واصل كذلك المنتخب المغربي هجومه على المنتخب العراقي حتى الدقيقة 47، والذي كاد فيها الزئبقي إلياس أخماش من خدع الحارس العراقي لتمر الكرة جانبية من مرمى المنتخب العراقي. ومع مرور الدقائق تحرك المنتخب العراقي بعض الشيء، ومن محاولة من لاعبه جاسم تصدى لها الحارس المغربي المحمدي بامتياز. وتواصلت المباراة بين المنتخبين دون تسجيل أي محاولات خطيرة من طرف الجانبين، ليقدم كل من المنتخبين على بعض التغييرات ومع بعض المحاولات، وبالخصوص من الجانب المغربي عن طريق لاعبيه بن صغير وموهوب لم تكن مكللة بالنجاح. تنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لصالح النخبة الوطنية المغربية، وتمكنوا من المرور إلى الربع النهائي من هذه البطولة برصيد 6 نقاط، احتل بها المركز الأول في هذه المجموعة متبوعا بالمنتخب الأرجنتيني الذي مر هو كذلك للدور الربع النهائي بتغلبه على المنتخب الأوكراني بهدفين للا شيء.